شيعت الأوساط الفنية والسياسية في أربيل قبل أيام الفنان المسرحي والسينمائي زاهر عبدالله عن عمر ناهز 66 عاماً أثر مرض عضال لم يمهله كثيراً. أعزائي المشاهدين تابعونا. الفنان زاهر عبدالله من مواليد 1958 أربيل، شارك لأول مرة في مسرحية نتائج عبادة الصف من تأليف حماد كريم، وكانت هذه أولى انطلاقته نحو النجومية. أبين الخيخوي وخليخوي نزاني ويسا قريباك آخر واسمان نركي بزاني فين عمر برسي بلن أو كاول قيبو قنية فيني تونيا. أمضى زاهر 35 عاماً من عمره في خدمة الفن الكردي ما بين الدراما والمسرح والسينما، قدم خلالها الكثير من الأفلام التي كانت تحاكي الحالة الوطنية والقومية للشعب الكردي، كذلك أسهم في زيادة وإثراء المكتبة السينمائية الكردية. كما قدم برنامج على قناة كورسات مدينتنا عام 2007 وشوشرة لحسن فندي وثلاث عيون صرخة من الحاج قادر كويا. رحل الفنان زاهر عبدالله عن عالمنا هذا قبل أيام ودفن في مقبرة العائلة في كزنزان بحضور كبير من السياسيين والفنانين ونخبة من محبيه. أعزائي المشاهدين، كانت هذه سيرة مختصرة للفنان الكبير زاهر عبدالله. أتمنى أن تكون الحلقة راقت لكم. انتظرونا في حلقات أخرى. تحياتي.